السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هام جدا وعاجل عارف مشاكرة يزف إليكم خبر جديد. لا تنسوا الاشتراك، لايك، شير، بارتاج للفيديو، دعم منكم من القناة. وليكم كلام عارف مشاكرة إلهام جدا زي ما قال. تفيد أخبار أنه بعد اجتماع الأمس بالفيفا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تتلقى رسالة عاجلة لحضور ممثل منها لمقر الفيفا. ومن هذا المنبر أتوجه إلى كل الجزائريين الشرفاء بالشكر والاحترام على كل الثقة التي وضعتموها في شخصي. اليوم بكل صراحة انتهت مهمتي، وأتمنى للفريق الوطني التوفيق مهما كانت النتيجة سلبية أو إيجابية. سأكتب للتاريخ أنني قاتلت وضحيت بالكثير، وضحيت وخضت حروب إعلامية وميدانية لأجل الجزائر والجزائريين بكل فخر وصراحة. انتصرت على كل أعدائنا في الخارج وأثبتت للعالم أننا رجال لا ننهزم. لكن لا أخفي عليكم، تلقيت كثير من الطعنات من داخل بلدي من طرف الإعلام المأجور وكذلك أبناء الحركة الذين جندوا ضدي، ولكن هيهات منا الهزيمة رغم الألم. نعم أقولها للتاريخ، انتصرنا على الكل في الخارج لكن هزمنا من الداخل. نعم هنا تفهم أن فرنسا بقيت قرن ونصف ليس صدفة. للأسف قتلتني خيانة الجزائريين من الداخل. هذا آخر يوم أكتب فيه على الفريق الوطني. إذا نجح فألف مبروك للجزائريين، وإذا كان القرار سلبي أقولها للكل أنا قمت بواجبي وأكثر والباقي على الله. ده طبعا كان كلام عارف مشاكرة. أحب أعرف رأيكم في التعليقات، وإن شاء الله يكون القرار إيجابي للفريق الوطني. ولا تنسوا الاشتراك، لايك، شير، بارتاج للفيديو، والسلام عليكم.